موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا. وانتبه لهذا الكلام المهم، يعطي الهداية من يستحقها فضلا، أي هي فضل ومنة منه سبحانه وتعالى، ليست بحق عليه من العبد، ويمنعها من لا يستحقها عدلا، وذلك بعد أن يرسل إليه الرسل وتبين له الرسل الخير من الشر والهدى من الضلال والحق من الباطل، ثم هو يعرض عن ذلك ولا يقبل الهدى الذي أرسل الله به رسله، فيمنع هذا العبد من الهداية، وهذا بعدل الله فلم يظلمه. لذلك الهداية أنواع، هناك هداية البيان والإرشاد، وهذه لكل الخلق مبذولة لهم جميعا، أرسل الله الرسل لأجل ذلك رسلا مبشرين ومنذرين. وهناك من يقبل الهداية فيهديه الله سبحانه ويوفقه، وهناك من يعرض عنها فيضله الله سبحانه وتعالى. ولا تسألن عما كنتم تعملون، أي من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. وقوله ولا تتخذوا أيمانكم، أي عهودكم ومواثيقكم، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزلوا أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، يعني يكون الانحراف ويكون الضلال عن صراط الله بسبب نقض الأيمان والعهود. وتذوقوا السوء، أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله، حيث ضللتم وأضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم، أي مضاعف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فيقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله، أي من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، هو خير لكم، أي من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا يعني فضلوا واختاروا ما يبقى على ما يفنى. وفي الآية فوائد: أولها إثبات القدر، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وقد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر أهل السعادة وقدر أهل الشقاوة، ثم جعل في قلوب العباد فطرة تدلهم عليه،
فيولد العبد على الإسلام، ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولم يكتف بذلك، بل أرسل الله عز وجل الرسل كذلك بعد ذلك لهداية الناس، بالإضافة للعقل الذي جعله الله عز وجل في الإنسان كي يميز به بين الخير والشر. فكانت هذه أسباب للهداية، فمن قبلها هداه الله، ومن لم يقبلها أضله الله سبحانه بعدله. لذلك قوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هو سبحانه لم يشأ ذلك، وإنما شاء التمايز بين الخلق ليعبد بأنواع العبوديات المختلفة، ليكون الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، فيصبر أهل الإيمان فيكافئهم ويجازيهم، ويكون أيضا ما شاء وقدر من معصية ومن مخالفة ومن شر، ويكون ذلك لهم، ويكون لهؤلاء من العقوبة ما أعده الله في النار عياذا بالله من النار. يهدي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعلمه وحكمته. ولا تسألن عما كنتم تعملون، إثبات السؤال والحساب يوم القيامة. فيها أيضا النهي عن نقض العهود والمواثيق والأيمان، وبيان أثر ذلك في الناس، فتزل قدم بعد ثبوتها. إذن الذي ينقض العهد سواء كان ذلك مع الله أو مع الناس، هذا من أسباب ضلاله ومن أسباب انحرافه وعصيانه. ففتش في نفسك، ربما تكون من هؤلاء الذين ينقضون العهود ثم تسأل بعد ذلك لماذا لا أستطيع الهداية، ولماذا يعني أقع فيما أقع من المخالفات. لعلك ممن ينقض العهود، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ليحذر العبد أن يكون ممن يصد غيره عن سبيل الله، فربما يكون ظاهره الالتزام، أو حتى يعني يكون من أهل الإسلام ويعامل غير المسلمين فينقض العهود والأيمان فيصدهم عن الدخول في الإسلام وعن العمل بطاعة الله. يقولون إذا كان المسلم يفعل ذلك فنحن لا نحب الإسلام، وإذا كان الملتزم يفعل ذلك فنحن لا نحب الالتزام، فيصد بذلك عن سبيل الله والعياذ بالله، ولكم عذاب عظيم. فيها أيضا الترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، وأنه عون للعبد على فعل الطاعة وترك المعصية. فالذي يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، يعني الثمن العاجل، ما يريده من المصالح الدنيوية، هذا لم يعرف الثواب الذي أعده الله لأهل الوفاء، والعقوبة التي أعدها الله لأهل النقد والخلف عياذا بالله من ذلك. فلو علم لأعانه ذلك على الوفاء بعهده والثبات على ما أمر الله عز وجل به. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.